مساء الخير على مشاهدي طبيب اليوم، أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة في حلقة جديدة ووقفة مختلفة عن كل يوم. وقفتنا النهاردة هنعرض فيها حالة الحقيقة، هذه الحالة كانت بتعاني معاناة كبيرة جدا مع مرض السمنة، والمرض طبعا اللي بيهدد حياة ناس كتير جدا مننا، وما بقاش مجرد شكل، بقت صحة وبقت أمراض كتيرة تابعة له. يعني عايزين نعرف بالضبط هي عاشت ازاي وعانت ازاي مع المرض، وبعد ما عملت العملية واللايف ستايل بتاعها اتغير ازاي، وضعها ازاي الصحي والنفسي، مقاسات الهدوم اختلفت، ستايلها كله على بعضه يعني هتستغربوا لما هتشوفوا قد ايه جميلة وقد ايه ناعمة، وما كانش ينفع يليق عليها ابدا ان هي تكون 130 كيلو زي ما انا سمعت. ايه التطورات اللي وصلت لها، وايه احدث التطورات العلمية اللي وصل لها العلم في حلول مرض السمنة، وإيه نسبة نجاحها؟ وده من خلال كمان الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم، الأستاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لجراحات السمنة. مساء الخير يا دكتور، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب، منورتنا النهارده، وعندك حاله جميله اشرفت عليها وعملت لها عمليه، وبقالها فتره طويله دلوقتي، يعني اعتقد 3 4 شهور مش كده؟ 4 شهور. طيب قبل ما نتكلم مع زينه اللي منورانا برضو النهارده، خلينا نشوف ازاي تعاملت مع الحاله من اول ما وصلت لك. قول لي المراحل اللي مريت بيها كطبيب في التعامل مع هذه الحاله. تمام، هي جت في الحقيقة تقريبا في آخر شهر 8، شرفتني في العيادة بعد الهيستوري العادي اللي بناخده من أي مريض، وبيبقى بيهمنا جدا إن احنا نعرف طبيعة السمنة عندها كانت من إمتى، هل هي طول عمرها سمينة ولا زادت في الفترة الأخيرة، طبيعة أكلها، هل مثلا هي بتركز على نوع معين من الأكل زي السكريات ولا لا، عشان دي بتفرق معنا في القرار بتاع العملية. وبنتكلم مع كلمت معاها وحكيت لها كل التفاصيل بتاعة العملية، بتاعة التكميم وتحويل المسار، وقررنا سواء أنها محتاجة أنسب ليها التكميم المعدة. ليه؟ لأن هي ما كانتش بتحب السكريات قوي، دي حاجة. الحاجة التانية لأن هي لسه سنها صغيرة، فمش بنحب أن احنا نخليها تعتمد على فيتامينات من بدري قوي كده. وبعد كده بس اخذنا القرار واتفقنا على الميعاد، عملت الفحوصات الروتينيه اللي بيعملها اي مريض قبل العمليه من وظائف كلى وكبد وصور الدم وتحليل سيوله والحاجات ديت، وتحددنا الميعاد، والحمد لله زي ما حضرتك بقى شايفاها دلوقتي. طبعا الكاميرا بقى على زينه حسن الفقي. مساء الخير يا زينه. عندك كام سنه الاول؟ 19. لسه صغيرة. أيوه. كان لازم تبقى شكلك كده، ما ينفعش تبقى 130 كيلو أبدا. أيوه. طب يعني عايزين تحكي الأول للسادة المشاهدين معاناتك كانت إزاي مع مرض السمنة ده، وإمتى قررتي تاخدي خلاص القرار إن أنت تخلصي نفسك من هذا المرض وتتوجهي للدكتور؟ أنا كان طول عمري كنت بخس وبتخن، بس كان دايما في رينج معين، رينج طبيعي مش بيضايق قوي، يعني أدخل مثلا 5 كيلو وأخسهم تاني، أنزل جيم أو كده. بعد كده وصلت المرحلة أن أنا كان قعدت مثلا أول سنة ليا في الجامعة كنت بشتغل برضو، فكان الصبح جامعة وبالليل شغل، فكان بالنسبة لي الحاجة الممتعة الوحيدة هي الفترة اللي بأكل فيها الأكلة اللي بحبها. فبتبقى الصبح فطار محترم، طول ما أنا ماشية بشتري أكل بقى جونك فود، شوكليت، شيبسي، شيبسيات بقى، طبعا كل حاجه في الطريق تتاكل. اروح البيت برضو اكل الغدا، انزل الشغل، طول ما قاعده في الشغل اطلب اكل، ارجع البيت قبل ما انام اساسي، اي حاجه ممكن موجوده تتاكل. فخلاص ما بقتش اصلا مركزه في انا شكلي ايه او انا صحتي عامله ازاي. بس بعد فتره طويله بقيت انا نفسيا مش مرتاحه، بقيت بنهج من اقل مجهود، اطلع سلم في الجامعه انهج، ركبي تبدا توجعني، ظهري احس ان في حاجه غرقاني، عمري ما كنت كده. فبدات صحيا، غير موضوع طبعا الهدوم بقى اللي هو فجاه هدوم ما بتخشش. عايزه تعيشي سنك بالظبط، ومش عارفه، يعني حاسه انه صحباتك زميلاتك جيرانك بيعيشوا سنهم بشكل اكثر سلاسه. بالظبط. فانت حابه ان انت، لا ده انت صغيره وانت عايزه تبتدي بقى من اولها. ايوه مظبوط بالظبط. طيب خدتي بقى القرار ان انت تتوجهي للدكتور تعملي العمليه. ايوه. طب احكي لي بقى يعني فتره العمليه، احساسك
رجعتي تاني قلتي لا انا اتسرعت، انا خايفه، انا قلقانه، في بنج، في اصل في ناس كتير يعني جواها المشاعر دي دايما قبل اجراء اي عمليه، حسيتيها؟ انا قبل العمليه يعني ما كانش عمري خالص بفكر في بميل للعمليات او الجراحه او كده، بس لما كلمت مع دكتور محمد شرح لي كل حاجه بتفاصيل وبشرح يطمن ويخلي هنا. ايوه ده انا. هو انت برضو البلوند؟ ايوه ده انت كان لازم كان لازم الفرق. يعني انا اصلا اليوم ده كان طبعا. اول مره من فتره البس دريس وهيلز وكده، وانا مروحه الهيلز اتكسرت، وكان بالنسبه لي ما كنتش مدركه الحجم اللي انا وصلت له او المنظر اللي انا بقيت فيه. أه. فلجأت ان انا اروح للدكتور محمد في العياده. بس كان شرحه وكلامه معايا ويعني طريقته معايا طمنتني لدرجه ان انا بقيت خلاص انا يعني اللي هو هيقوله لي انا مطمنه تماما ومتفائله ومتحمسه، لدرجه ان انا يوم العمليه كان الموضوع الحمد لله كان سهل. رحت الصبح دخلت اوضه العمليات. يعني رحتي للدكتور؟ ايوه. الدكتور هو اللي قال لك طبعا تعملي ايه؟ يعني أيوه. هو اللي قال تكميم؟ ايوه. ولا عرض عليكي كذا اختيار وانت وهو وصلتوا للقرار؟ لا احنا اتناقشنا في انا يعني نظام اكلي ايه، انا بميل لايه، ايه السبب التخن بتاعي وكده، وهو كان قراره ان احسن عمليه واكتر حاجه مناسبه لسني التكميم. برضو كانت التكميم. هو أيوة. فعلا دي اكتر حاجه سيف بالنسبه للسن الصغير يا دكتور؟ اكتر حاجه سيف طالما ان هم ما عندهمش سكر او طالما ان هم ما بيحبوش سكريات قوي. طيب البالون، التدبيس، هم فين موقعهم؟ التدبيس احنا الحقيقه العمليه بقت اوبسوليت، يعني اوبسوليت يعني قديمه خلاص واتلغت خلاص. تدبيس المعده يعني ما حدش يتكلم بقى في تدبيس بعد كده؟ لا. والبالون بتبقى للاوزان اللي هي محتاجه 10 او 15 كيلو بس. هي زينة الحقيقه كان عندها حوالي 25 او 30 كيلو، 30 كيلو زياده. فما كان البالون معاها هيبقى، وبعدين هو البالون حل مؤقت وهي لسه صغيره، فما اضمنش انها بعد ما نشيل البالون ايه ممكن ترجع تاني. ممكن يرجع بالظبط، كنا هنقول انه ممكن يرجع مره تانيه بالزبط. فاحنا عايزين حل من الجذور، مستديم مستديم، ويحسسها بانه فعلا بقى في لايف ستايل مختلف. تمام. في حياتها. فقدتي قد ايه يا زينه؟ 30 كيلو. 30 كيلو في خلال فتره قد ايه؟ من عملت العمليه في 12/9. فبقالي تقريبا دلوقتي 4 شهور. 4 شهور قايل. حسيتي بقى بايه؟ يعني احكي لي عن ازاي بقيتي خفيفه، ازاي بقيتي انت من جوه مختلفه. أيوة. يعني مهم ان تنقلي لي الشعور ده. لا فرق رهيب، يعني فكره ان انا ثقتي في نفسي بقت ترجع لي، فكره ان انا بقيت اصلا ليا نفس ابص لنفسي في المرايه. انا الاول ما كانش ليا نفس انزل شوبينج، ده كانت حاجه تضايق، يعني بلبس اللي انزل بيه وخلاص، وبعتي لاصحابك طبعا فيسبوك. أيوة. صورك بقى التانية دي كلها مع انه انت بتصور في اماكن رائعة. أيوة. خلاص بشكلك الجديد بالزبط. بقى هيبقى انت رائعة والمكان رائع. ايوه حتى وانا مسافرة ما كانش يعني كنت بلبس اي حاجة وخلاص، يعني ما كانش ليا نفسي اهتم بمنظري او كده. دلوقتي بقيت حاسة اني اخاف، حاسة ان اي ستايل انا ممكن احبه بلبس حسب انا نفسي يبقى شكلي ايه، مش حسب انا وزني هيحكمني ازاي. رائع. أيه. طيب كان في جروح يعني مؤثره قعدت فتره على ما اختفت بعد العمليه، ولا الجرح كان بسيط وسهل يا دكتور؟ لا دي جروح المناظير بتبقى هم 5 جروح. في منهم 2 سنتي، سنتي يعني اقل من عقله الصباع. والثلاث جروح الباقيين بيبقوا نقط صغيره قوي حوالي 5 مللي، ما بس. اعتقدش ان شكلها باين يعني. انت حسيتي باي وجع بعد العمليه؟ حسيتي ان انت مثلا عانيتي شويه؟ في اي مشاكل حصلت لك؟ هو بعد العمليه بالظبط لما طلعت كان طبعا فتره اللي هو لما بفوق من البنج او كده. بعد كده يعني اول يوم او اول ليله الواحد بينام، مش طبعا النوم اللي هو الواحد بيروح في 7 نومه زي العادي، الواحد بيبقى عنده سنه كده يعني مش وجع بس سنه كده شدت بطن حاجات كده. بعد اول ليلتين تقريبا خلاص كان مثلا بطني شد، ممكن وانا بعطس وانا بكح بطني تشد شويه وخلاص، بقيت عايزه بشرب ميه، بشرب عصير بيور وكده، وكله يعني كله حلو الحمد لله. حصلت لك اي ترهلات بعد العمليه؟ لا ده بقى كان اهم حاجه، ان انا كنت مواظبه على الرياضه وما زلت. حتى لو مش رياضه جامده قويه جيم او كده، على الاقل التمرينات اللي هي بتحفز وتشد الجلد زي البطن، الحاجات العاديه اللي حتى لو نص ساعه. بتعمليها نص ساعه في اليوم؟ حتى لو في البيت. بس شايفه ان دي مهمه يعني؟ جدا، يعني دي اللي تفرق في شكل الجسم. طيب بتاخد فيتامينات زينه يا دكتور؟ الحقيقه احنا عاده في عمليه التكميم مش بنحتاج ان احنا ندي فيتامينات،
لكن في الاول اول اسبوعين او ثلاثه ممكن ان احنا نحتاج، لان بيبقى لسه المريض مش عارف يشرب كويس، فممكن نحتاج ان احنا نديله لفتره مؤقته لا تمتد اكتر من شهر، بعد كده ما بنحتاجش خلاص. يعني ما اعتقدش ان هي ماشيه على فيتامينات دلوقتي. دلوقتي انت مش ماشيه على فيتامينات. طيب دكتور، عايزين بس بقى تعرف يعني تنقل لنا بشكل تفصيلي شويه، عملت لها العمليه ازاي؟ التكميم بتتعمل ازاي؟ تمام، هي التكميم بتعتمد فكرتها على ان انا بفصل الجزء الايسر من المعده عن كل شيء محيط بيه. يعني بيبقى ماسك فيه اوعيه دمويه ماسكه من الطحال، وبيبقى ماسك فيه جزء من مناديل البطن. بنفصل الجزء الايسر ده خالص، وبعدين بنبدا التدبيس بتاعنا من قبل اخر المعده ب 2 سم لحد اول المعده فوق، اللي هي بنسميها استئصال طولي للمعده، ان احنا بنشيل حوالي 85% من المعده، والجزء المستأصل ده بنطلعه بره الجسم وبنشيله. الفكره بتاعت العمليه ببساطه ان احنا بنقلل الكميه اللي المريض بياكلها. الحاجه الثانيه ان احنا المريض ما بيبقاش عنده احساس بالجوع، لان احنا بنشيل الجزء اللي بيفرز هرمون الجرين اللي هو هرمون الجوع. فمهما يعني بيقعد مثلا اسبوعين عايش على سوائل وما بيبقاش عنده اي احساس بالجوع خالص. وبعد كده بعد الاسبوعين خلاص بيبدا بعد كده بعد الاسبوعين. يا زينة بقى ممكن تحكي لنا الفترات؟ احكي لي. لا بصي، انا عايزه يعني اعرف بالظبط منك يومك بيبدا ازاي، يوم كامل كده احكي لنا عن تفاصيل يوم كامل بتقضيه ازاي. اوكي، بعد العمليه على طول زي دكتور محمد قال قعدت اسبوعين بشرب ميه وعصير بيور. بعد الاسبوعين دول بدات ادخل زي زبادي، جبنه ما فيهاش دسم ولا ملح، حاجات اللي هي الطريه. دلوقتي بقى لو يوم عادي بصحى ممكن اكل مثلا ربع رغيف واشرب معاه كوبايه نسكافيه، اقعد مثلا ساعتين اكل فاكهه. لو احنا في الشتاء دلوقتي مثلا باكل 2 يوستفندي او حاجه. شويه جعت تاني ممكن اكل خضار مثلا بنقطه زيت زيتون، يعني حاجات خضار سلطه حاجه زي كده، معاها حته فراخ مسلوقه فراخ مشويه. ما بتاكلش سكريات خالص يا زينة؟ لا، هو الصح ان انا ما اكلش سكريات، بس طبعا مثلا ممكن كل شهر. مش بتروح لسه حاجه سكريه مثلا؟ لا، عشان يعني دلوقتي بقيت عارفه ان انا الكميه اللي هاكلها محدوده، فبقيت بحب ان انا الكميه اللي اكلها تبقى الحاجه اللي هتفيدني. فما بقتش خالص عندي نفس الميل للاكل التقيل، يعني بقى بيتعبني، فبقى المريح بالنسبه لي ان انا اكل ابقى خفيفه، اكل الحاجه اللي هتفيدني، الحاجه اللي هتخلي بشرتي شعري ضوافري احسن. فبقى حتى انا من جوايا بقيت بحب فعلا الاكل الهيلثي. انت يعني صالحتي مع نفسك بالظبط، وده شيء جميل جدا. أيوه. ورائع. انا شايفه ان الموضوع متكامل مع بعضه يا دكتور، مش مجرد ان هي تاخد قرار انها تقوم باجراء عمليه، لا، هي خدت قرار انها تغير كل استراتيجيه حياتها بالظبط، ابتداء من العمليه وبعد العمليه ومستمره، وان شاء الله تستمر دي استراتيجيه كامله للحياه، النيو لايف نيو ستايل اوف لايف. وانا شايفه هي يعني في هذا الاطار. طيب عايز اعرف منك يا دكتور، عمليه التكميم نسب نجاحها قد ايه؟ الخطورة ممكن تبقى ليه؟ تمام، هي عملية التكميم الحقيقة انتشرت جدا في الفترة الأخيرة في مصر، تعتبر هي العملية نمرة واحد في مصر. نسبة نجاحها تتعدى 90%. يعني ايه دي نسبة كويسة؟ دي نسبة كويسة جدا. هو يعني ايه نجاح العملية أصلا؟ نجاح بالزبط. العملية إن المريض يفقد أكتر من 60% من الوزن اللي المفروض يفقده. يعني لو هو المفروض يفقد 40 كيلو وفقد 30 كيلو، يبقى كده العملية عشان يوصل للوزن المثالي. بالنسبة للمضاعفات أو نسبة الخطورة نسبة ممكن تبقى الحقيقة نسبة بزي. الخطورة في التكميم برضو قلت جدا، ما تتعداش من نص الواحد في المية، اللي هي نسبة حدوث نزيف أو تسريب، وبنشخصهم في الوقت المناسب، بنتعامل معهم بالعلاج المناسب. ما بقاش في الحاجات دي مشكلة زي زمان. قبل كده من 5 سنين أو من 6 سنين كان الوضع أصعب. دلوقتي مع وجود الدعامات ومع وجود التطور في التكنولوجيا في الطب عامة، بقت تشخيص وعلاج المضاعفات الجانبية أسهل بكتير. طيب مين المريض اللي ممكن يجي لك تقول له ما ينفعش معاك تكميم؟ اللي بيحب السكريات قوي، ده اساسي. طيب. اللي هو لازم كل يوم ياكل حاجه مسكره. الحقيقه ما ينفعش معاه التكميم خالص. هينفع بس مش هتبقى ساتسفاكتوري، مش هيخس كويس. يعني لو زينة مثلا اهو بتاكل كل يوم سكريات، مش هتخس ال 30 كيلو دول، هتخس مثلا تلاقي بعد 4 شهور خس 10 كيلو بس. فده ما بيبقاش، ده بنضطر ان احنا نعمله تحويل مسار لو هو بيحب السكريات قوي كده. تحويل مسار المسار. لكن مع التكميم لو هو المريض ما بيحبش السكريات، هتبقى مناسبه ليه جدا. طيب مرضى القلب، ضغط، سكر،
بيبقى في كنترول على ده قبل العملية طبعًا. ولا بتخشى من هذا الأمر وبتفضل عدم إجراء العملية ليه؟ هو على حسب طبعًا الحالة العامة إيه، لكن بيبقى مع إجراء الفحوصات اللي قبل العملية ومع استشارة دكتور القلب ودكتور التخدير، لو ما فيش خطورة جامدة على المريض من حالة القلب بنعمل العملية، ما فيش مشكلة منها. بتحدد كل ده قبل العملية؟ طبعًا طبعًا. جرعات البنج والكلام ده كله بيبقى مسيطر عليه؟ طبعًا. أكيد. طيب أنا عايزة تقولي لأي إنسان أو إنسانة كانوا في نفس حالتك قبل إجراء العملية ومترددين أو خايفين، تنصحيهم بإيه وتقولي لهم إيه بطريقتك؟ أنصحهم بأن يعني العملية دي زي ما حضرتك قلتي مش مجرد حل للتخن أو مش مجرد أسلوب الواحد يخس بيه، هي حاجة بسيطة جدا، هي حاجة هدية لأي حد نفسه يخس، إن هي بتغير حياة الواحد، بتحسنه نفسيا، ما فيهاش أي وجع، يعني الوجع الواحد بيتوجعه اللي هو بسيط جدا قصاد الأوتكم اللي هيحصل بعد كده، لا هو ولا حاجة. أنا لو أعرف إن أنا هخس الخسسان ده أو هبقى مبسوطة كده، لا أنا كان ممكن أعمل أي حاجة أكتر من عملية كمان. فهي فعلا هدية لبساطتها، ويعني إن هي سهلة سهلة، ويعني سهلة قوي. طيب الأسرة والمحيطين بيكي استقبلوا الوضع ازاي؟ مامتي كانت أكتر الأول واحدة. كانوا ازاي معاكي قبل الإجراء العملية؟ أي. حد نصحك قبل كده ولا ده قرار من دماغك؟ حد كان خايف يقولك؟ هم لا قعدوا يلحوا عليكي؟ برضو مهم جدا ان احنا نعرف تأثير الأسرة والمحيط المحيط بينا. لا صحابي او اللي حواليا او كده ما كانش حد بيقول لي حاجه، انا نفسي اصلا ما كنتش يعني واعيه ان انا بتخن او وصل للمرحله دي. مامتي هي اللي كانت دايما بتحاول تنصحني، دايما بتحاول ترشدني بس بطريقه مش مباشره عشان ما تضايقنيش. بس بعد كده لما فتحت الموضوع ان انا عايزه اروح للدكتور محمد، عايزه اشوف حلول جراحيه او كده، كانت بتساعدني جدا. كانت رغم خوفها طبعا وقلقها عليا، بس برضو مع كلامها مع دكتور محمد وكده كنا احنا الاثنين مطمنين، كانت كل القلق والحاجات دي كلها راحت تماما. وحتى بعد العملية كانت تاخد بالها مني، كانت في فترة كمان هي بتحاول تبقى ماشية معايا بنفس نظام الأكل. فكانت يعني مامتي هي كانت المدعم الأساسي. ربنا يخليها لي. دكتور محمد، متابعة زينة معاك ازاي بعد العملية وحتى الآن؟ تمام. هي خرجت من مستشفى تاني يوم وقامت بزيارة ليا في العيادة بعديها بأسبوع، طمنت على الجروح واطمنت على ان مفيش اي اعراض جانبية موجودة. بتقلق من اعراض جانبية زي ايه؟ احنا يهمنا في الاول النزيف او التسيب، اذا كان عندها سيولة مثلا في الدم. لا لو عندها سيولة ما بنعملش عملية اصلا، ما بتعملهاش اساسا. يعني دي من ضمن الحاجات اللي خلاص يعني بتاخد قرار انك مش هتعمل طبعًا. العملية لا طبعا، مش هتقول هعمل كنترول، لان هتعمل كنترول ازاي اذا انسان عنده سيولة؟ بنقطع في المعدة وبندبس ونقطع في المعدة، والمعدة الغذاء الدموي بتاعها عالي جدا غازية، فما نقدرش ان موجود اي مشكلة في السيولة نعمل عملية زي كده. طيب وبعدين؟ بعد اسبوع، بعد يعني بعد اسبوع تاني، يعني بعد اسبوعين من العملية في زيارة تانية. هي قعدت يوم واحد بس في يوم العملية؟ يوم واحد، تخرج تاني يوم الصبح. العملية بتاخد حوالي ساعة الا ربع او ساعة. بس يا دكتور؟ الناس متخيله انها بتاخد وقت اطول. لا لا لا، ساعه الا ربع او ساعه بالكتير ان شاء الله، وبتخرج تاني يوم الصبح تروح. بعد اسبوع بتجيلي العياده نطمن على كل حاجه، بعد اسبوع تاني بتيجي برضو زياره تانيه، بنبقى فيها بقى بنبدا نوزن، احنا بنوزن مره كل اسبوع. بعد كده بحب اشوف المريض عاده بعد شهرين من الجراحه. وساعات بنحتاج نطلب شويه تحليل لو هو عنده اي شكوى زي حاسس باي اعراض لنقص فيتامينات او انيميا او كده، بنطلب تحليلات نتيجه النزيف في العمليه. يعني نتيجه نتيجه عدم انتظام الاكل في الفتره او عدم انتظام الاكل طبعا. اكيد. هي الحمد لله ما كانش عندها حاجه. بتبان برضو من الشكوى بتاعه المريض، يعني في مريض يقول انا بحس بدوخه، انا شعري، انا ضوافري او حاجات زي كده. لا بن 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 بنعمل تحاليل نطمن ان هو مش محتاج فيتامينات. لو التحاليل كويسه، وعاده مع عمليه التكميم بيبقى كل بيبقى ما بيبقاش فيه تاثير قوي على الفيتامينز وصوت الدم يعني. تمام. عمليه التكميم هل بتحتاج وزن معين؟ يعني مثلا سي انه في ناس مش وزنها كده
اقل من كده، لكن عايزين يوصلوا كمان لنسبه معينه في ان هم يفقدوا وزن وبسرعه وبشكل جذري، هيخضعوا ايضا لعمليه التأكل. سؤال حضرتك جميل جدا. احنا كنا زمان بنتكلم على ان معدل لما يكون معدل كتله الجسم اكتر من 40. دلوقتي خلاص بقى ويل استابليشد، او خلاص كل الناس قالت لا يا جماعه مش 40 ده 35. دلوقتي كمان بنتكلم ان هو 32، يعني احنا عايزين نعالج السمنه مبكرا جدا. لان كل ما المريض يعمل العمليه، يعني انا لما اعمل مريض وزنه 100 كيلو اسهل من لما اعمل واحد وزنه 150، اسهل من لما اعمل واحد وزنه 200. يعني بيكون اسهل كل ما الوزن طبعًا. كان اقل من المفترض يكون طبعًا. طبعا. فكل ما المريض يجي بدري ويعالج السمنه بتاعته بدري كل ما يكون احسن. فعمليه تكميل المعده تناسب اي حد وزنه عنده 20 كيلو زياده او 25 كيلو زياده. بس يعني مش لازم الاوزان الكبيره. لا مش لازم. او يعني اللي عنده 20 كيلو زياده مثلا ممكن يفكر يقول ايه، بدل ما اخضع لعمليه يعمل دايت او رياضه وبنج لو نجح يبقى ربنا معاه، لكن او حسب ارادته. طبعا لو نجح وحافظ على كده يبقى كويس، لو ما قدرش يبقى هيلجا لنا. طيب والبالون بقى اللي هو بيبقى مش دايم، شايف انه حل مهم ولا شايف ان الحاجات التانية اكثر اهميه وفاعليه منه؟ البالون محتاج اراده قويه جدا من المريض. محتاج ان هو حاجه ما نضمنهاش. بالظبط كده، انا ما اضمنهاش، هو ممكن ولا يضمنها هو بعد 6 شهور او بعد 9 شهور لما نشيلها بيبقى عادي جدا ان هو يرجع يتخن تاني، لان هو خلاص انا شلت الحاجه اللي كانت ماليه معدته، اللي هو على طول بيبقى عنده شعور بالامتلاء فما بياكلش. فبعد ما بنشيلها ساعات بيحصل ريباوند. ريباوند يعني ايه؟ يعني عكس تماما، ان الواحد ما بياكلش خالص، الواحد بياكل بنهم شديد. يعني ممكن الامور ترجع اكثر ممكن. من قبل العمليه. ما بقول لحضرتك دي ترجع لاراده البالون. ترجع لاراده المريض. يعني عشان كده احنا ما بنحبهاش غير لو حد عنده 10 كيلو او 15 كيلو بالكتير زياده على وزنه يعني. انما الاوزان الكبيره ما نقدرش نضمن. لا ما نقدرش خالص. طيب بتتوقع ايه اللي ممكن يطرا من تغيرات وتطورات قيد البحث في هذه الفتره ولم يخرج الى النور فيما يتعلق بالتكميم او العمليات المشابهه؟ تمام. هو في عمليه جديده بس لسه الحقيقه قيد البحث زي ما ما احنا عايزين من الكنترول بنجيب الاخبار وبعد كده بتبقى عباره عن ان احنا هنظهرها للعلن. بنعمل تكميم للمعده، ومع التكميم كمان بعمل توصيله بين المعده والامعاء، بحيث ان انا مش بس اقلل الكميه اللي بياكلها، لا كمان اقلل الامتصاص. ودي هتنفع جدا للناس اللي اوزانهم عاليه قوي. يعني المرضى اللي هم 180 و170 كيلو هتنفعهم، او خصوصا كمان لو عنده سكر، لانها هتخفف السكر عنده. هي غير تحويل المسار، هي عمليه ثانيه بتبقى معتمده على التكميم، مختلفه يعني عن كانها المسار. كوكتيل كده بين التكميم وتحويل المسار. ده اللي قيد البحث لسه ان شاء الله. لا احنا بدانا نعملها الحقيقه، بس لسه مش قادرين ان احنا نلمس نتائجها قوي من على المدى البعيد. يعني العيان بيخس كويس، بس محتاجين ان احنا نتابعها اكتر يعني. ان شاء الله. يعني التطور العلمي بيصب في النهايه طبعا في صالحنا وفي صالح المرضى، ويعني التكنولوجي ما بتقفش عند حد، والعلم والطب لا يقف عند حد معين. كل يوم وبقى في كل ساعه، وبقى يعني الوضع بقى مختلف تماما في عصر السرعه اللي احنا بنعيشه. انا بشكرك جدا دكتور محمد عبد المنعم، استاذ جراحه السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه لجراحات السمنه. وبشكرك زينه حسن الفقي اللي خضعت لعمليه التكميم وغيرت اللايف ستايل وتصالحت مع نفسها، وبتنقل التصالح ده للمشاهدين او للحالات المشابهه اللي متردده ان هي تحل مشكلة السمنة اللي هي دايما بتبقى مشكلة أزلية، وبنقدمها كتير في وقفات طبيب اليوم. تحياتي وإلى اللقاء.